موجودة من العهد العثماني وكانت معصرة للزيتون في الوقت ذاك، لكن قبل 170 سنة تقريبا تحولت لمعصرة للسمسم. منذ ذلك الوقت حتى السبعينات من قبل الماضي كانت شغالة وتعمل، بعد السبعينات توقفت عن العمل وانحجرت لفترة طويلة. سنة 2014 لما جت لجنة الإعمار وقامت بترميم المبنى. بلاس قناة فلسطين الرقمية.